الأهلي يظل دائما فوق جميع أبنائه، والرموز دائما لا تموت، وزي ما في رموز كانوا موجودين دايما جوه قلوبنا وفي النادي الأهلي، كمان جمهورنا في كل مكان اتعلق بالأهلي وبفنلته الحمراء، في كل مكان أيضا هتلاقي اسم النادي الأهلي ولون النادي الأهلي. لكن إنك تفضل تحب النادي الأهلي ومتعلق بيه وفي ماتشاته حتى وانت فاقد للبصر، فده مختلف. ممكن تكون فاقد للبصر ولكن عمرك ما هتكون مش فاقد للبصيرة. معانا تقرير حلو جدا جدا جدا، تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير، هتتبسطوا جدا بهذا التقرير. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع أيضا نكمل هذه الحلقة. سعيد جدا بتواجدي في بيتي، طبعا النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي، المكان اللي طالما عشقناه وحبيناه طول عمرنا. في الحقيقة قالوا قديما لكي تحتاج أن تعيش سعيدا تحتاج إلى الماء والهواء والوجه الحسن، ونسوا إضافة اسم الأهلي. الأهلي لابد أن يضاف إلى كل شيء يجلب السعادة إلى الإنسان. الفلينة الحمراء لها دور ودور مهم. روح النادي الأهلي، مبادئ النادي الأهلي، هي كلمات تربينا عليها جميعا. بدأ عشقي للنادي الأهلي، طبعا أنا فاكر أول مباراة بالضبط اللي هي نهائي كاس مصر سنة 1991 اللي كانت بين الأهلي والزمالك، اللي انتهت 2-1، اللي أحرز فيها الهدفين الكابتن أيمن شوقي. وأقدر أقول لحضراتكم بالظبط كانت الأهداف إزاي. كان الأول بعرضية من الكابتن أسامة عرابي، والهدف الثاني كان بالتصديدة الشهيرة للكابتن طاهر أبو زيد، واللي تردت وحط الهدف الثاني للكابتن أيمن شوقي. ممكن تسألوا بقى، طب يعني المكفوفين ازاي يحضروا المباراة في الاستاد؟ لا، حضور المباراة في الاستاد ده شيء ممتع وشيء مثير جدا. طيب بنعرف المباراة ازاي؟ طبعا اصدقائنا المعلقين اللي تربينا على اذاننا، تربت على اصواتهم، الراديو إذاعة الشباب والرياضة، والموضوع ده ما زال مستمر. ان احنا حتى الان لما بنروح الاستادات ناخد معانا الراديو، وهو ده الرفيق في الحقيقه. قمه الكره المصريه بين النادي الاهلي والزمالك. الخطيب بعد كده الجول الثالث والخطيب يلا امن وادي اللعيبه والاربع حلوه. من اشهر المباريات طبعا اللي حضرتها في استاد القاهره كان مباراه الاهلي وريال مدريد 1-0 سنبي. ده كان يوم عظيم، وانك تبقى في الاستاد من الساعه 3 والمباراه تبقى الساعه 9 كان يوم عظيم، وكان في بدايه حقبه جديده للاهلي، تولي مانو جوزيه. يا سلام، ادي خالد دي كان خطه حلو، والفريق راح وراح صريصه حلوه ورجع ورا الراجل، هوبا جول أثناء جولتي في النادي النهاردة. طبعا المكان مش غريب عليا، لأن أنا يعني كل شبر عارفه في النادي. تمثال المايسترو صالح سليم، رجل المبادئ ورجل القيم والمثل العليا، دائما ويحزو حزو جميع أعضاء مجالس إدارة النادي الأهلي المتتالية. كابتن محمود الخطيب رمزنا وأسطورتنا والرجل الذي نحتمي فيه دائما وكلنا مسنودين عليه.
الجيل اللي دايما بيفرحنا والجيل اللي بسطنا في الاسبوع اللي فات بالفوز ببطولة السوبر، الكباتن أفشة الشناوي والسولية وديانج وعلي معلول وأكرام ومتولي وعبد المنعم. طبعا دي يعني النماذج، ده على سبيل المثال وليس الحصر. أنا مش شايف الدولاب اللي ورايا، لكن عارف اللي جواه، وكل كاس فيه كان ليا ذكرى معاه. حقيقة تقرير رائع جدا، بشكر كل فريق الإعداد على هذا التقرير، لأنه قال لك أنا عارف الدولاب، أنا مش شايف الدولاب ولكن أنا عارف كل اللي جواه، كل كاس جواه أنا ليا ذكرى معاه، وبالتالي حاجة رائعة جدا جدا جدا. الله على الجمال، وشكرا الحقيقة للدكتور ياسر على الإحساس الحلو ده، وفي الآخر هو ده النادي الأهلي وجمهوره. خلونا نروح فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نعلق على موضوع مهم جدا، ولكن بعدها برضه.